lot in Al Nassr and also in the national team, so I'm really proud. I will continue. I feel good. I feel happy. And next year, I will try to do it again. You remember the same day last year you signed the contract, you came to Al Nassr. First interview, you told me this league was going to be one of the top five leagues of the world. شاهد تصريحات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي بعد مباراة الفيحاء. أول تعليق من ساديو ماني على إمكانية رحيله من الدوري بعد مباراة اليوم. السلام عليكم، لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. شاهد تصريحات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي بعد مباراة الفيحاء. توفي الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز 79 عاما اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن ارتبط اسمه طويلا بنادي النصر لاعبا وإداريا وعضو شرف لأكثر من 5 عقود، وسيصلي عليه يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وعرف الأمير ممدوح بن سعود بعشقه الكبير لنادي النصر على مر تاريخه، بعد أن وجد داخل النادي منذ فترة شبابه لاعبا في صفوف الفريق الأول، وبعدها اتجه إلى الأعمال الإدارية ليتولى منصب مدير الكرة قبل أن يجدد الوفاء للنادي العاصمي بصفته أحد أعضاء الشرف الداعمين للكيان. وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعبا خلال الفترة 1968 وحتى 1976، محققا عددا كبيرا من البطولات والألقاب من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد والدوري، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتولى منصب مدير الكرة بنادي النصر في أكثر من فترة. ولم يبتعد الأمير ممدوح بن سعود عن النصر أبدا حتى بعد رحيله عن اللعب والمناصب الإدارية، ليستمر عضو شرف داخل النادي ليظل محبا وداعما دون توقف سواء داخل الملاعب وخارجها. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب الحديث عن كريستيانو رونالدو؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.